هذه المبادرة اتصلوا بنا الناس ديال الجمعية ديال بقالة تالودانت وقالوا لنا ودي راه كاينة واحد الشركة كتقلب على شي فران باش دير مبادرة ديال الخبز للجميع بالمجان وصافي اتصلوا بنا. حنا اصلا هذا الاشتداء عبد الله حسين هو خدام في هذا الفران شادو فهمتي صافي اتصلوا بنا قلنا كنقلبوا زعما في ولاد برحيل حتى واحد ما باش يعطينا الفران. قلت لي اودي نمشيو نيت الاونين تما قريب نيت البؤره ديال الزلزال ونخدموا تما نيت ماشي مشكل. صافي اتصلنا بهم قلنا لهم ودي راه كاين الفران جاو جينا معهم بالليل حتى لهنايا راه شتي خوينا الخبز خوينا الدقيق والخبز راه هو خدام وصيفطوا معنا واحد السيد شتيه الشيف ديالهم ديال ديك المخبزه ديالهم وخدام معنا ثلاث ايام كامله. في مدينه كيفاش تفاعلوا مع الناس؟ اه داك الشيء هو في الاول جا الخبز يعني النهار الاول حتى ثالث يوم هذه النهار الثالث النهار الاول ما باقي عندهم الخبز فهمتي كان اللي خبزناه هنا دابا كندوه للدواور كنفرقوه ولي ثاني يوم وثالث يوم اليوم صافي كيجيو الناس للمخبزه ملي عرفوا واش بالمجان وكذا وخاصهم نيت حيت داك الشيء داك الخبز اللي جابوا في الاول كرم يعني راه جا الخبز بالاطنان جا لهذ المنطقه ولكن داز ثلاث ايام راه كرم يعني كرم داك الشيء اللي جا من كازا ومن من الشمال وهذا راه صافي. شنو هما الفئات اللي كيستافدوا من هذه المبادرات؟ كاين العسكر كيجيو من عندنا هنا ودوك السلطات المحليه اللي كاينين واللي الا بقى الخبز كنعاود نفرقوا في هاد الدواور اللي في هاد الفوق هادوك يعني الناس المركوبين كاع اي حيت هذا هو الوسط دابا في ونين في 50 دوار وهذا هو الوسط هذا تقريبا الى شفتي هاد الديور هادو راه متضررين بيطيحوا ولكن الفران سبحان الله العظيم ما تقاس ما تقاس لا ما تقاس. مساله اخرى بخصوص يعني العدد ديال الخبز اللي كتصاوبوا كل نهار تقريبا 2600 3000 شي حيت كاين غير عبد الله وهذاك السيد اللي جا مع الداليا يعني جوج خبازه اللي كاين جوج خبازه والثالث راه مسلك كيتعاون معاهم كيتعاون معاهم اي لو كان كان زعما الكثره وكذا الفراشتي هذاك راه يهز لك 3000 مره ولا راه كبير يعني تسعه ديال البيبان تما. انتم هذه المبادره درتوها في سبيل الله في سبيل الله هذوك الناس ديال الداليا جابوا جابوا الدقيق وحنا درنا الفران والوقت ديالنا وهذا حيت انا وصاحبي هذاك عبد الله اللي شتي اللي خدام في الخبز حنا فاعلين جمعويين فهمتي وجلسنا هكا قلت يا ودي هذه المبادره نخدموها ماشي مشكل ما تقلب لي على شي فران تصيفطوا لي ولا حنا غنمشيو على ذاك الفران حيت حنا اصلا موالفين كنعطوا باش غنجلسوا تما نبقاو نطلبوا ونشدوا على الناس صافي حنا جينا هنايا راه خلينا الناس كيتقاتلوا تما على الدانون واسميتو وجينا حنا هنايا دابا راه ولادنا راه في تحت الشجر ديال الركاك والله الا وخليتهم تما خليناهم وجينا هنا باش ناخذوا غرض حيت دابا دوك اللي طاح عليهم الديور وماتوا في الزلزال الله يرحمهم هادو اللي بقاو خاصهم ما يكونوش حتى هما ميتين يبقاو يقلبوا ما يشدوا خاصهم حتى هما يكونوا حيين ويعطوا حيت دابا اللي تنجى من الزلزال وما عطاش راه كانه ميت ما عنده حتى شي دور. واحد الرساله لتجار الازمات يعني اه المخابيز كاينين كاينين اي المخابيز كاينين هما لي طاكسي لا مخازيب انا مخابيز نيت دايرين جوج دراهم لا لا كاينين 2% 3% اللي كيديروا هذا الموضوع اي هادو راه ما واحد الرساله مطلوبين على هذا الموضوع هاد الناس هادو راه الله يهديهم وهذه راه ازمه ماشي يسترزقوا فيها ولا يربحوا فيها ولا حيت راه كنشوف حتى الناس اللي كيشدوا في الاماكن نيت المتضرره وحتى ذوك الاماكن اللي ما متضررينش تلقاهم في الطريق كيعاودوا يتلاقاو لك وقف وقف باش تعطيهم كيشد ويخزن حتى ولا سبحان الله العظيم راه الديور تدكسوا بالسلعه المحسنين يجوا يشروا عندهم نيت هما ويعاودوا يفرقوا هذاك الشيء ماشي صراحه الحمد لله المبادره كانت بالتنسيق مع شركه داليا في يعني في حد السوال وبالتنسيق مع جمعيه البقاله تالودنت الرئيس دراسي باقلي وصديقنا وحبيبنا والحمد لله كانت الظروف صعيبه شويه لدابا راه الظروف صعيبه شويه وصراحه راه هضرت مع الزميل ديالك تاثر شويه ولكن ماشي على الدنيا ولا على الموت ولا على التراب كل هذا الشيء غيعوض ربي سبحانه وتعالى ولكن انا ادريس هذا بدي نوجهها حيت علمتني كثير هو ما يتعلقش الناس بالبشر اللي عندك شي حاجه من عزه النفس راه مزيانه ولكن ليش ما داري اللي شفنا تحزتوا في النفس
المبادره الحمد لله راه كانت في الاول، اسمح لي راه خرجت لك من سياق الموضوع. المبادره كانت في الاول كنت ترددت على هذه المبادره هذه حيت ولدي تاهما راه في الزنقه، طلبوا الله تعالى يسر. ولكن ملي تنشوف القضيه الناس تتدفع على الحياه، خصني نتعاد في الدنيا، خصني نتعاد في الاخره الا كتب الله سبحانه وتعالى، الله يسخر خوتي الجنه، هذا هو الاهم في الحياه. كيفاش تفاعلوا الناس مع هذه المبادره؟ هو الناس في الاول يومين الاول حيت اليوم ثلاث ايام ان شاء الله نزيدوا ان شاء الله شي ايام اخرى لك تبارك ربي، هو الناس كانوا متعاطفين على حوايج اخرى حيت الحمد لله الخير تخوى في هذا الجوال المتضررين، تخوى بالعره. ولكن هاد اليومين وهاد ثلاث ايام الناس يلاه حسوا بالخبز، يلاه حسوا بشي حاجه سميتها الجوع، يلاه حسوا بشي حاجه سميتها ناكل باش نشوف اش غندير. الحمد لله الناس دابا راه اليوم راه اشترى الزياد، دابا الناس على برا مازال ما لقيت لهم اللي نعطيهم دابا. الحمد لله حنا غنستمروا ما دام الحياه، حنا راه الله تعالى نجانا من المصيبه، والمصيبه حيت الله تعالى قال لك واصابتك مصيبه الموت. الحمد لله الشكوى قلت يا الشيطان نقول راه فقط باش تاخذوا انتم فكره وتاخذوا الصوره اللي غتسوقوا للناس اللي كيتابعوكم، اما بالنسبه لكل شيء اللي وقع الله تعالى هو هو اللي يقدر على كل شيء. كنصوبوا كل شيء، كنصوبوا الخبز الحلويات كاملين بجميع الاشكال، وكاين العسل، ولكن هذا الخير هذا كيبقى، هذا راه بالفلوس ديجا كاين. والمبادره اللي جات مع الداليه راه حنا بالمجان كنعطيو الخبز بالمجان، يعني حاليا لا كيس مسدوده، فلوس ما يضروش، هادشي اللي كاين. نكملوا هذاك الخبز، كاين عاوتاني كاين شركه اخرى تعطينا الدقيق ماشي مشكل، ما كانش صافي رجع البركه، هادشي اللي كاين. المهم بنادم يدير البصمه ديالو، هو العسكر هو راه كيشتي كاين، هو اللي يعني هو اللي قاد الخيمات اللي جاوا الناس هنا في أونين، وديما متجندين من نهار وقع ذاك الواقعه راه متجندين، غير هما الناس يعني السلطات البلاصه اللي ما لقاتش كيفاش تدوز ليها، حيت راه خدموا شي 24 ساعه غير في الطرقان يحلوهم. كاينين الناس في الفوق، فاش كنا حنا في البلاد كنا كنديو الخبز من عندنا كنصب فيه في تفرنوت في الدوار هنا، حيت الدوار هنا ما في واحد ربعه الموتى اللي فيه، كنعاودو نديو الخبز لواحد الدوار فوق منا يعني ما تفيش 27 واحد، كنديو لدوك الناس اللي بقاو كنديو لهم الخبز في دوك يعني النهار الاول، يعني الليله لا غدي في الصباح كنديو الخبز للناس اللي في الفوق. الله يحسن العون صراحه هذاك الشيء. وثاني يوم جينا لهنا صافي خلينا هما وجينا لهنا، ملي لقينا المبادره ديال الداليا جينا. ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب، بارطاجيو الفيديو وديروا جيم، وتابعوا الدار على مواقع التواصل الاجتماعي.